ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شغل العلب وجماله، جبنا اشكال كتير من العلب، كذا كنار وكذا شكل والوانات مختلفة. بصوا، الموف نفس القصة اللي في الصورة دي بالظبط، جايبين منها الموف والحمراء، نفس الخدادية مرسومة كده مربعة ونفس الشكل بالظبط اللي في الصورة، عشان العلب ما ينفعش افردها، بتبقى مقفولة. هي خامتها قطن، عليها كنار. العلبة 5 قطع، عاملة 420. في منها كل الألوان، جميع الألوان متاحة. بصوا بقى، الكشمير دي جميلة والكنار بتاعها رقيق قوي، بصوا تحفة بصراحة. اللون الكشمير 5 علب، الخامة قطن، عاملة 420 جنيه. بصوا دي بقى العنابي، بصوا دي الكافيه. احنا جبنا كذا كنار، كذا شكل من العلب وكذا لون. للعرايس بقى، اللي عايز شغل العرايس جايبين شغل حلو جدا. بصوا دي البينك، لونها بينك كده فاتح، برضو الكنار بتاعها رقيق جدا. العنابي جايبين يجي 5 6 علب كده، اشكالات مختلفة والوان مختلفة، بصوا تحفة جدا. احنا بنبيع اونلاين، اي حد عايز اي حاجة يبعت لي الرسالة على الصفحة، ان شاء الله برد على طول. التوصيل لاي مكان، اللي عايز اي حاجة يبعت لي التوصيل لاي مكان. بصوا الحمراء والموف والكافيه والكشمير، كل الالوان متاحة.